تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن بدء توزيع وحدات مشروع جنوسان الإسكاني. وبين الحمر أن مشروع جنوسان الإسكاني يعد أحد المشاريع الرئيسة المدرجة ضمن برنامج الوزارة لتنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببناء 40,000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج الحكومة الحالي. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتوفير مشروع إسكاني يلبي الاحتياجات الإسكانية لقرية جنوسان، لافتا إلى أن المشروع الإسكاني يتميز بموقعه الجغرافي ونماذج بناء وحداته السكنية التي تطابق أفضل المواصفات التي تناسب احتياجات الأسر البحرينية. كما أكد الحمر أن مشروع جنوسان يؤكد مدى حرص الحكومة الموقرة على توفير المشاريع الإسكانية التي تخدم مختلف محافظات وقرى المملكة، مؤكدا أن متابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لهذا المشروع ساهم في بلوغه تلك المرحلة المتقدمة والمتمثلة في توزيع وحداته. ونوه وزير الإسكان إلى أن مشروع جنوسان يعد ثاني المشاريع الإسكانية التي تقوم الوزارة بتوزيعها في إطار البرنامج الزمني للوزارة لتنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية موزعة على مشاريع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في محافظات المملكة، مبينا أن الانتهاء من توزيع مشروع المرحلة الأولى لمدينة شرق سترة والشروع في توزيع مشروع جنوسان يأتي متوافقا مع الخطة الزمنية للتوزيع. بناء على أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وبعد أن قامت الوزارة من توزيع وانتهت من توزيع وحدات مشروع شرق سترة الإسكاني، بدأت الوزارة اليوم بتوزيع وحدات المشروع الثاني وهو مشروع جنوسان الإسكاني، وإن شاء الله عملية التوزيع راح تستمر لعدة أيام، ولله الحمد عملية التوزيع تمت حسب ما هو مخطط لها. أنا جدا سعيد بالبيت اللي أعطوني إياه، طبعا أشكر جلالة الملك وأشكر سمو رئيس الوزراء وأشكر ولي العهد، وطبعا ما ننسى وزير الأسكان والوكيل، طبعا صراحة أثلجوا صدرنا صراحة بهالبيوت. نشكر جلالة الملك ونشكر رئيس الوزراء وولي العهد ووزير الإسكان والشيخ عبد الله الوكيل الإسكان، صراحة بعد ما قصر. الحمد لله أنا تمنيت أن أحصل وحدة سكنية في قريتي، والله استجاب دعائي الحمد لله، ونشكر إن شاء الله الجميع، والله إن شاء الله يوفق الجميع، ونشكر القيادة ونشكر القائمين على هالموضوع الإسكاني، والحمد لله رب العالمين.